الانتخابات المقبله واسئله كثيره يطرحها المواطن، ونشوف اكو حالات من السلبيه عند المواطن. المواطن يقول اليوم ممكن الانتخابات محسومه، الانتخابات اليوم الاحزاب نفسها راح تسيطر، راح نفس الارقام ونفس الكتل، ولكن ممكن بوجوه مختلفه. ونعرف ايش قد مهمه هذه الانتخابات، لان نعرف احنا اصلا قبلها كان اكو مظاهرات واكو شهداء واكو ناس هواي راحت حتى يصير التغيير. واعتقد ماكو تغيير غير بالثورة البنفسجية، وهي الانتخابات المقبلة اللي المزمع يعني تكون في شهر العاش. وحتى نتكلم أكثر في هذا الموضوع، ويانا بالاستوديو الست دكتورة سهاد الشمري المحللة السياسية. أهلا وسهلا بيك دكتورة، تفضلي. تفضلي دكتورة، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك، الله يسلمك دكتورة. اليوم الحديث بالشارع العراقي وبالسوشيال ميديا حول الانتخابات المقبلة، وإذا نشوف يعني الأحزاب الكبيرة وكأنما مسيطرة أيضا، نشوف يعني تصريحاتهم برأيك هذه المعطيات ممكن تشهد عزوف كبير عن الانتخابات المقبلة؟ هو كل شيء وارد في العملية السياسية، من الممكن أن يكون هناك عزوف، ومن الممكن أيضا أن تكون هناك مشاركة لإثارة لدماء شهداء تشرين. هي ضرب من الخيال أن نقول أن في هذه الانتخابات سوف تزال هذه الكتل السياسية الحاكمة وسوف يحصل تغيير شامل وجذري، لكن هذه هي بداية التغيير، لأنه هذه الأحزاب السياسية الآن اللي لا تحصل على الأشياء أو الأصوات أو المكتسبات التي حصلت عليها في الانتخابات السابقة، لأنه نحن الآن في خضم قانون جديد بعد خروجنا من قانون ساتيغو المعدل، وأيضا ضمن نظام انتخابي جديد وهو نظام البايومتري، وايضا هناك انظار العالم والدول الاقليميه صح. سلطت على هذه الانتخابات، وبالاضافه الى وعي الشارع العراقي. زين، اليوم يعني استضافيت مجموعه من الشباب يمي هنا، ولقيتهم يعني كانوا مشاركين في المظاهرات السابقه، ولكنه ضد المشاركه. اريد اعرف من حضرتك على مستوى الجماهير والكتل السياسيه نفسها، شنو اللي تغير عن ذيك الانتخابات؟ اولا هو العزوف هذا ياتي من مزاجيات الشارع العراقي، لانه مطالبهم بتة لم تحقق صح. حققت وفق مصالح الاحزاب، سوفت مطالب تظاهرات تشرين واهدرت دماء ابناء تشرين، لكنه من الممكن ان تكون هناك تغيير. اكيد راح ستكون خطأ للتغيير، لانه جمهور الاحزاب بعض جمهورها تمرد عليه، لانه لا يوجد بيت في العراق او في الشعب العراقي لم يخسر احباء ولم يكون، خصوصا هذا الصيف الحار الذي مررنا به، انقطاع تيار الكهرباء، توفر أدنى مقومات العيش، الآن مقبلين على شتاء وأكيد موسمها بالأمطار وهذه الأمور كلها، وبالإضافة إلى ارتفاع سعر الصرف والمعيشة الاقتصادية ووباء كورونا، هذه كلها أثرت في المجتمع العراقي. دكتورة، ممكن نشوف أكو مفاجآت بالانتخابات المقبلة؟ يعني فت كتل كبيرة مثلا مهمة وعدها جمهورة نشوفها يعني ما حققت اللي كانت تتوقعها؟ كل شيء ممكن، كل شيء وارد في العملية السياسية، يعني السياسة أصلا هي فن الممكن. هذه الكتل السياسية أغلبها خسرت بعض جمهورها، لكن الآن وأيضا هي خايفين، هم حاليا أنا سمعت أنهم خايفين بيناتهم الكتل بالتأكيد الكبيرة، بالتأكيد، لأن الانتخابات السابقة جوبهت بالتزوير، هناك كان من حرق صناديق، هناك من اختراق النظام الانتخابي، الآن هذا النظام صعب اختراقه، وإضافة إلى أنه نظام الدائرة الواحدة، حيث أنه يكون الشخص ينتخب فقط اللي يعرفه من منطقته، فهو يعني لا اعتقد اي يعني الشخص اللي يعرفه ما يذهب انه اشخاص بعيده او يعني كالانتخابات السابقه رئيس كتله يذهب وياخذ معه جميع المشاركين صح. هذه انتهت هذه الامور صح. وهذا النظام الجديد والوعي ايضا وعي الشارع والوعي صح. المواطن العراقي هذا كله يؤثر في العمليه الانتخابيه. خوش، ممكن يعني هل من الممكن انه تؤجل الانتخابات الى موعد دستوري برايك؟ هو الاعدادات اللوجستيه والظروف المتاحه، والان ما يطرح هي الانتخابات قائمه في محلها لا محاله، خصوصا بعد عوده التيار الصدري لهذا الماراثون الانتخابي، وايضا من تصارعات بين الكتل السياسيه انه الان تصريحات اول مره نشوف بياتهم يعني اكو خلاف واضح للعلن بين هو لو كان في بينهم توافق لما وصلنا الى هذا الامر، هذه الكتل السياسيه دخلت لتحكم العراق لاجل مصالح سياسيه ولاجل بناء سلطه لهم، لا بناء دوله ولا بناء العراق، بنوا العراق على اساس طائفي، قسموا الوطن العراقي على اسس طائفيه، فبالتالي نحن نحصد الخراب ودائما نتذيل أسوأ قوائم في كل صح. مجالات الحياه صح. بسبب الكتل السياسيه وسياساتها الخاطئه التي تفتقد للاداره والتخطيط. زين، يعني نستبعد انه ممكن يصير في موعد الدستوري في الشهر الرابع، نستبعد هذا الموضوع. كل شيء وارد، هو ماكو اجسم. زين، اذا في حاله انه جت الانتخابات وشفنا انه الكتل نفسها فازت بالانتخابات مثل ما يحكون هسه بمواقع التواصل وبالشاشات حتى، برايك شنو حتكون رده فعل الشارع العراقي؟
هي الكتل السياسية باقية لا محالة، لكن نتكلم عن ما بعد الانتخابات. نحن في خضم صراع انتخابي، البيت الواحد، البيت الشيعي أو البيت السني أو المكون الكردي، هو كلها خصومات فيما بينها. كيف ستكون التحالفات القادمة؟ الحديث الآن ما بعد نتائج الانتخابات، لأنه ما يعقد من تحالفات قبل الانتخابات يفرض عقدها بعد إعلان نتائج الانتخابات. هذه الانتخابات لن تكون بالنسب السابقة التي حصلت عليها هذه المكونات، لكن التحالفات هي التي ستحكم. من سيتحالف مع من وهم كل خصوم سياسيين؟ صحيحكم بعدين يعني الله أعلم شو صار. أنا عندي سؤالين بس يعني في عجالة. التشرينين شلون وضعهم بالانتخابات المقبلة؟ خصوصا هم الأساس المفروض ما تفرقوا تحسين بأكثر من كتلة وأكثر من تجمع، وهذا يمكن أثر عليهم حتى. بالتأكيد يعني الحراك التشريني خسر يعني؟ خسر كثيرا الحراك التشريني، أنه لم يكن لديهم قائد موحد، لم تكن لديهم نظرة موحدة. هناك أناس وهناك وجوه جديدة للأحزاب دخلت باسم الحراك التشريني لهذه المظاهرات. هناك من ركب موجة التظاهرات، فبهذا ترى أنه الحراك التشريني هو أصلا منقسم، الآراء منقسمة، لا توجد رؤية واحدة. هو من خرج الشعب العراقي بمظاهرات أكتوبر لأجل نقطة واحدة، هي أولا مطالب الشارع العراقي وحياة كريمة وتواجد فرص عمل أصلا للشارع للشاب العراقي، وأيضا أنه الخلاص من الفساد والأحزاب التي محورتنا مع دول العراق لا يكون تابع لها أبدا. زين، أخيرا تتوقعين راح تمر بسلاسة الانتخابات المقبلة، تتحالف الكتل ويجي رئيس وزراء ووزراء ببساطة، لو تحسين أن الموضوع صار معقد؟ لا، معقد جدا، لأنه لم نرى، هي في كانت في السابقات أنه كانت الخلافات السياسية لم تصل لهذه المرحلة لحد الآن. أول مرة لحد الآن، نعم. فنرى أنه الآن، أعتقد باعتقادي الشخصي، أن هناك صعوبات كثيرة ستجري، وأعتقد التحالفات ستكون أصعب، لأنه الخصوم السياسية يعني احنا شفنا تصريحاتهم، تقدم وعزم، وصلت الذروة الآن. من يعني من الممكن أن تكون هناك صراعات طائفية فيما بينهم، لأنه هذه الكتل السياسية والأحزاب السياسية أغلبها يمتلك أجنحة مسلحة. من الممكن أن تثير بلبلة في الشارع العراقي. احنا يعني أكيد احنا نتمنى مشاركة الشباب، لأنه راح صوته جدا حيفرق في الانتخابات المقبلة. بالتأكيد، الشعب هو مصدر السلطات. صح. دكتورة سادة الشمري، أنا جدا سعيد بحضورك وشكرا لمعلوماتك. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، احنا يعني اكو عندنا حق برقبته، هو حق شهداء ساحة التظاهر سواء في بغداد وباقي المحافظات، وكنا لما رجعنا لبيوتنا رجعنا من أجل التغيير، والتغيير وإحنا بلد ديمقراطي، التغيير يصير عن طريق صندوق الاقتراح والذهاب إلى الانتخاب. أتمنى أن الجميع المشارك في الانتخابات المقبلة حتى نوصل لمرحلة التغيير اللي نستحقه. أعزائي المشاهدين، وصلت لكم نهاية حلقتنا هذا اليوم، انتظروني بحلقات القادمة. في مال الله.